بسم الله، شوف مع بعض الفايل لوكيشن من ام اي بي. ببص على الاوبشن فايل لوكيشن، تمام. دي بحدد فيها مكان كل حاجه، يعني بحدد فيها مكان الديفولت تمبليت، تمام. ممكن لو انا مش عايز المكان دوت ادوس براوس واختار مكان تاني، او اختار ملف تاني اقول مثلا عايز الديفولت دوت، عايز الديفولت بتاع الكتريكال مش ميكانيكال، ماشي. احدد فولدر تاني غير دوت لو انا في مكان تاني حاطط التمبليت بتاعتي فيها. كذلك ال فور يوزر فايلز النفاذ الشخصية بتاعتي، هو انا متحدد على مدى كومنت لو انا عايز اغيرها. الفاميلي تمبليت موجودة فين، الفاميلي دي حاجة زي بلوكات كده، تمام. لو انا عايز اغيرها، مش عايز اشتغل بالمتريك، عايز اشتغل بالمتريك. في عندي حاجة اسمها بليسز. بليسز دي ايه؟ لما انا افتح فايل اوبن بيظهر لي على جنب كلمة بعض الفولدرات اللي هما دول، وهنشوفهم دلوقتي. ممكن ازود واحد وهسميه اسم غريب، هسميه مثلا امر سليم وحدد له اي مكان، ماشي. قول مثلا حدد له مكان عديه ريفيت ام اي بي اوبن، اوكي ماشي. اوكي لما بدوس هنا فايل اوبن، باجي هنا بلا ظهر لي واحد اسمه عمرو سليم، ولما بدوس عليه دخلنا على ريفت ام بي بي اللي موجود على الدي، تمام. دي الفكره، ان انا بحط حدد الاماكن اللي انا عايزها نجيبها لنا للتسهيل الدخول عليها، لان انا بحتاجها كتير في الشغل بتاعي، تمام. بدوس كانسل وارجع تاني للقائمه بتاعتي، اوبشن فايل لوكيشن بليسز، الغي ديت، تمام. اهيت كانسل. في برضه عندي مسار تاني موجود في الريندر، تمام. بيقول لي حدد المكان لمكتبه الريندر بتاعتك براوس، ولو عندي اي مكتبة تانية غير ديت بختارها واشتغل عليها. هنا بلاقي الاماكن المساعدة، مش المساعدة، ان انا ممكن احطها الوان اي حاجة، ممكن اروح احطها هنا عايز تظهر معايا بالمرة. ناخد ديت، دي لو انا عايز اعمل رندر على كذا جهاز شبكة، بقول له نتورك واحدد الادرس وابدا اشتغل بكذا جهاز مثلا، بحيث ان انا اعمل رندر في وقت قليل، لان الرندر ممكن ياخد كذا يوم، فلما يبقى الشغل بتوزع على كذا جهاز يبقى احسن. عمرو سليم.